طب لو كان ثري وجاءه ثري آخر فاهتم بشكل البيت وأراه إياه، هنا لا يوجد حصر على والله ذلك. يعني هالموقف النفسي غير مقبول إيمانيا. قضية أن أستعلي على الآخر بما عندي، هذا موقف نفسي، هذا موقف بالأصل مرفوض. إذا لم تكن بنية الاستعلاء، يعني أنت مسرور في بيتك وجاءك ضيف من باب يعني المحبة أو السعادة، يعني تريه إذا كان الذي زارك يتمنى لك أن تكون مرتاحا، وهو يشعر أن الذي عندك يعني يثلج صدره، لعله ما في مانع.